أهلا وسهلا بكم في مركز نوماس، المركز المميز اللي متعامل مع الاتحاد القطري للرماية والقوس والسهم من أكثر من 15 سنة. والهدف من هذه الدورة هي توعية الطلاب كيف يتعامل مع السلاح. الرماية هي رياضة الآباء والأجداد، والسلاح هذا نستخدمه حتى في البطولات الدولية. طيب، فالأسلحة عدة أسلحة، في أسلحة 25 متر، في 10 متر، في 50 متر، في 300 متر، بالإضافة لأسلحة الشوزن الميادين الخارجية. فهذا السلاح بالنسبة للأوزان وزنه 4 كيلو، طوله تقريبا متر و6 سنتي. له مسميات، هذا يسمى الأخمس. الأخمس هذا تستطيع أن تأخر وتقدم على حسب طول الشخص. عندك بعد اللي هو الزناد، الزناد هذا للأطلاق. اللاقط يستخدم لفتح السلاح على أساس الطلقة، تحط الطلقة يكون المسطح للأمام المفتوح للخارج بالطريقة هذه في هالمكان وتسكر، يكون السلاح جاهز. طيب، له بعد موجهات، الموجه الخلفي والموجه الأمامي. لابد أن تضع خدك بالشكل الصحيح على السلاح على أساس النظر يكون من خلال الموجه الخلفي على الموجه الأمامي على الدائرة السوداء اللي أمامكم. طيب، الهدف بيكون مرقم من 1 إلى 10، إذا ترمي صح بيعطيك 10 من 10، وهكذا 9 8 لين 1، إذا ترمي في الخارج يعطيك 0 على الجهاز. طيب، عندك هنا موجهان، موجه يعطيك يمين وشمال، موجه يعطيك فوق وتحت للتضبيط. إذا رمايتك متجمعة فالهدف المدرب أو الفني يعطيك الكليكات حتى يوصلك إلى نقطة السنتر وهي 10. هاي السبطانة، هذا السبطانة اللي مجرى الطلقة، الطلقة تطلع من خلال السبطانة هذه. عندك الأسطوانة الغاز هذه تتعبى كل 100 طلقة نعبيها مرة ثانية على أساس اندفاع الطلقات. هذه قبضة اليد، تستخدمها لقبضة اليد. القبضة المسدسية هذه على أساس أنها تشبه المسدس. الوضعيات، تضع السلاح بالطريقة هذه على الكتف وتحط خدك بالشكل الصحيح وتسكر عينك اليسار على أساس النظر يكون من خلال الموجه الخلفي على الموجه الأمامي على الدائرة السوداء اللي أمامك. تعاون بين الاتحاد الرماية ومركز نوماس من يوم التأسيس، احنا نتكلم عن مركز نوماس، إلى اليوم وإحنا في تعاون معهم دائما، الحركة مستمرة، تبادل دورات غيره، يعني احنا ما زلنا متعطشين أيضا حق الدورات القادمة. وإحنا الحقيقة دائما مع نوماس لنا هدف ان احنا نوصل حتى يعني تطعيم المنتخبات من خلال هذه المراكز، طبعا سواء كان مركز نوماس او المراكز الاخرى. طبعا رياضه الرمايه هي طبعا كفيله بانها تكون عامل نفسي للرامي، انه يعني او خلينا نقول عليها اللي هي الحركيه بالزياده. طبعا في رياضه الرمايه هناك يكون في هدوء، طبعا هو عامل التركيز موجود فيها، عامل الانضباط، عامل احتساب للوقت. فوق هذا كله أيضا تبعد التوترات عنا، تبعد كل هذه، ولكن إحنا كدور مؤسس لهذه العملية دائما إحنا نعطي الأسس كبداية، ومن بعد هذا هو ينتقل حتى يكون في أحسن الصور. التحقت مع مركز نوماس من 2008 ودورات متواصلة، تقريبا طفنا 50. فإحنا نتعامل مع أولياء الأمور مباشرة، وهم ما عليهم إلا يوصلون الطلاب وإحنا نستقبل، وهذه أمانة ورسالة نوصلها بالشكل المطلوب للطلاب حتى نحببهم بهذه اللعبة، لأنها رياضة الآباء والأجداد، ومنهم نكتشف من خلال هالدورات نكتشف المواهب حتى يكونوا من ضمن الاتحاد القطري للرماية والقوس والسهم، ويمثلون الرماية القطرية خارج البلد في البطولات الآسيوية والعالمية. أول شيء أن اكتسبوا من الدورة هذه، من خلال الدورة هذه
أنهم تركوا الأجهزة الإلكترونية والآيباد واللي شاغلهم كل الشيء اللي هو الأجهزة الإلكترونية. هذه أثرت كثير على الطلاب سواء من ناحية العلمية، من ناحية النفسية، السلوك، الأخلاق. من شروط الرماية تأخذ المكان صح واتجاه الهدف صح، وبعد ذلك تعبي الطلقة وتسكر بالطريقة هذه وتأخذ نفس خفيف، لا تكتم نفس حتى لا تكون مضغوط، ولا ترخي النفس حتى تكون مهزوز. طيب، اكتم النفس ورخ شوي من النفس، أعطي شوي تنسيم على أساس يكون جسمك يساعدك على الأداء. وأثناء الأداء اسحب السحبة الأولى خفيف، السحبة الثانية تكون أقوى على أساس خروج الطلقة. مع السحبة الثانية لا تسكر عينك، الأغلب الخطأ أنه يسكر عينه أثناء السحب، هذا يعطي حركة للسلاح فيعطيك الطلقة وين خارج الدائرة. فدائما اسحب بالشكل الصحيح والنظر يكون على الهدف، تكون الطلقة إن شاء الله على الهدف 100%. طيب، أحد السؤال عن المسميات، خلصنا الموضوع النظري وننتقل إلى العملي بإذن الله. أنا عرفت نوموس لأن أخوي الكبير قبل كان مشارك في نوموس، كان مشارك في الرماية بعد، فقال لي شجعني إني أدخل في نوموس عشان أتعلم وأطلع أروح المقناص وأصيد حمام وطيور. أنا تعلمت في الدورة الرماية، تعلمت تصويب، لو أركز في التصويب، وتعلمت كيف أمسك البندقية، وتعلمت اللي التصويب في البداية واللي النهاية لازم يكونون على التصويب الصح. المدرب قال لي إن المستوى واجد زين، وأقدر يعني أشارك في البطولات إذا كبرت إن شاء الله، عقبها أقدر أفوز. علمني المدرب إني ما أصوب أي وقت عشان ما أذي حد، وفي قوانين وفي قواعد. أطمح إني أدش نادي الرمي وأروح مع الواد مقناص وأمسك السلاح عدل وأصوب عدل. يعطيكم العافية يا شباب. الآن انتقلنا من المرحلة النظرية إلى المرحلة العملية. المرحلة العملية تختلف تماماً على النظري. طيب، فبنستخدم السلاح استخدام الصحيح، الاستخدام العملي. طيب، فبنبدأ منك إن شاء الله. تأخذ السلاح بالطريقة هذه، الأخمس يكون على الكتف، عندك موجهان، موجه خلفي موجه أمامي. طيب، تسكر عينك اليسار، اكتم النفس، تعبئة الطلقة في المكان هذا وتقفل، هاي مجرى النظر من خلال الموجه الخلفي والموجه الأمامي. طيب، خذ الأخمس حطه على الكتف، سكر العين اليسار، هاي اللاقط تسكر، هاي مجرى النظر، شوف اصبعي، موجه الأمامي. طيب، موجه خلفي وموجه أمامي، الدائرة السوداء، تسكر عينك اليسار، تفضل حط الأخمس على الكتف، تسكر عينك اليسار، مجرى النظر، موجه خلفي وموجه أمامي، الدائرة السوداء. طيب، بالطريقة هذه، تفضل الأخمس على الكتف، الموجه خلفي، مجرى النظر، الموجه الأمامي، الدائرة السوداء. طيب، الآن
خذ اتجاه الهدف بالشكل الصحيح واكتم نفس خفيف واسحب الزناد، السحبة الأولى السحبة الثانية بدون ما تسكر عينك اليمين، سكر اللي صار فقط. طيب الجميع جاهز؟ بسم الله. الهدف يتكون من 10 دوائر، إذا تطلق في النص يعطيك 10 من 10، 9 من 10، وهكذا لين 1. تكتم النفس، تأخذ اتجاهك الاتجاه الصحيح باتجاه الهدف، وتحافظ على التنشين على الدائرة السوداء. طيب اسحب هذا، اسحب أنت وسكر كأنك تطلق، اطلق اطلق، سكر سكر واطلق، تسحب. طبعا من خلال الدورة هذه استفادوا الطلاب من ناحية السيفتي، احتياط الأمان للبندقية، شلون استخدامها، مسمياتها، لأن كلنا محتاجين أن نتعلمها. فيه أمور احتياطية الأمان هذه جدا يعني مهمة. الأكثر الأخطاء الناس لا تبالي بالأسلحة هذه، فيعبث فيها، فيوجهها يمين يسار على الناس، فما يدري مدى خطورتها. فمن خلال هذا الدورة اكتسبوا شلون يستخدمون الأسلحة، شلون ينظفونها، يفكون القطاع، إذا اخترب عندها جزء من البندق يقدر يطلبها عن بواسطة الشركة، يعني عنده خلفية عن هذا الأمور. طبعا احنا لاحظنا خاصة في الأعراس استخدام غير صحيح يعني للأسلحة، بالذات الأسلحة هذه خطيرة جدا، حتى لو كانت فاضية بعد ما يجوز أن توجهها للشخص. فأثناء اللعب وأثناء العرضات في ناس يستخدمها بشكل يعني غير صحيح. فإحنا صراحة بدورنا الدورات هذه لما يصطحبوا أطفالهم نوصل لهم هذه الرسالة حتى لا يعيدوا هذا الخطأ، وهي رسالة كل واحد يوصلها حق الثاني. أنا شاركت في دورة الرماية عشان أتعلم شلون أمسك السلاح وأصوب بالهدف، والمدرب علمني شلون أركز وأصوب بالهدف بالطريقة الصحيحة. دشيت دورة نماس الرماية عشان أركز بالسلاح وأركز على النقطة الموجودة، وعقب ما تعلمت أروح البر عشان أصيد الطيور، ولازم أركز بالسلاح وعقبها أقدر أصيد الطيور. الآن شباب الرماية الفعلية، الرماية الفعلية بنبدأ من 1 إلى 5. طيب طبعا الطلقات من الأمام يكون مسطح، يكون للأمام، المفتوح يكون للخارج. طيب تضعها في المكان اللي تعلمت عليه، شيل السلاح اللاقط بالطريقة هذه، شوف تسكر، حطها على كتفك، ارم هدف 7، وهذه طلقاتك 25 طلقة، 5 تجريبية و20 احتساب. طيب هذه الطلقة الأمام سكر، مفتوح للخارج بالطريقة هذه، تسكر حط على كتفك، إذا جاهز اطلق اطلق. ممتاز، 10 يتنص، ممتاز. شايف الدائرة اللي قدام؟ على هالدائرة من جميع الاتجاهات وزنها زين عشان تكون في النص. الجميع وقف، انتهت الرماية، انتهت الدورة من الناحية النظرية، من الناحية العملية. يعطيكم العافية. الآن بدورنا نواصل هذا الممارسة، ممارسة الرماية اللي هي رياضة الآباء والأجداد، نمارسها مع الآباء مع الأخوان، ونحافظ على الأماكن المخصصة للرماية
في أماكن مخصصة وأوقات مخصصة للصيد. ما يصير نكون نعبث ونطلع على كيفنا ونرجع على كيفنا، لا، نأخذ الإذن من البيئة والأماكن المخصصة لنا، ونحافظ على الأماكن بحيث أن إحنا لما نواصل إيش الهدف منها، نأخذ النماذج المواهب حتى يكونوا في المنتخب الوطني يمثلوا الرماية من خلال الاتحاد. أي سؤال لكم من الناحية النظرية والعملية، أحد له استفسار، إحنا متواجدين لخدمتكم. أحد له سؤال، يعطيكم العافية، تفضلوا.